السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل امتحان محافظة كفر الشيخ، بيج 263 من كتاب بيت باي بيت 2023. نبدأ بسم الله. listen and circle، استمع لمعلمك وضع دائرة. السؤال الأول: how long were you there؟ يعني كم المدة التي كنت فيها هناك؟ for 3 weeks، يعني لمدة 3 طبعا أسابيع. الإجابة سمعتها عندي بي. سؤال نمبر 2 بيقول لي where did your friends go yesterday؟ أين ذهب أصدقائك أمس؟ فطبعا قال له my friends went to the park، يبقى أصدقائي ذهبوا إلى البارك، يبقى my friends إيه؟ went to the park، راحوا إلى الإيه؟ البارك. يبقى هنا عندي الإجابة عندي في نمبر 2. هركز هنا على أسئلة. سؤال can you say the alphabet؟ هل يمكنك أن تقول الألفابيت؟ can you say the alphabet؟ يبقى السؤال اللي سمعته can you say the alphabet عندي بي في نمبر 3. فقال له طبعا yes I can، نعم استطيع. سؤال نمبر 4 قال له what are they doing؟ ماذا ايه تفعلون، بتعملوا ايه؟ they are playing football، بنلعب كرة قدم. what are they او what are they doing؟ يبقى الإجابة عندي A في نمبر 4. بعد كده برضو نص استماع. بعد كده السؤال طبعا هبه ومنى what are these pictures؟ ما هذه طبعا الصور. منى قالت لها they are pictures of some wild animal، يعني هذه الصور دي بتكون لبعض الحيوانات الايه؟ المتوحشه، يبقى wild number 1. هبه قالت لها are these the black bears؟ هل هذه او هل هؤلاء بيكونوا طبعا البلاك بيرز الدببه السوداء؟ يبقى هنا bears. منى قالت لها yes they are، نعم يكونوا. هبه قالت لها what are you what do you know about them؟ ماذا تعرفين عنهم؟ يبقى what do you know، يبقى هنا know يعرف. منى قالت لها they don't like hot weather، هم ما بيحبوش الطقس الحار، يبقى هنا hot number 4. بعد كده عند بيج 264 بيقول لي choose the correct answer from A B C or D. number 1 I was speed the birds when the parrot flew by. انا عندي هنا دايما عندي رابط زمني when، بيجي بعد منه ماضي بسيط قبل منه ماضي مستمر. الماضي المستمر يتكون من الفاعل ال subject was aware والفعل مضاف له ing، يبقى هنا feeding. I was feeding، انا كنت بنطعم ايه؟ the birds pure when the parrot flew by، لما طبعا البغبغان طار بجوار. سؤال نمبر 2 how many giant pandas are alive today؟ كم عدد الباندا العملاقه الموجوده على قيد الحياه؟ يبقى عندي نمبر 3 الاجابه اللي هي alive. السؤال نمبر 3 where space you yesterday؟ انا عندي هنا مفيش فعل في المصدر، يبقى محتاج was aware. الفعل هنا جمع، يبقى ناخد where على طول، يعني where you yesterday، اين كنت امس. سؤال نمبر 4 how space where you in Luxor؟ قال له for 2 weeks، لمده ايه؟ اسبوعين. يبقى انا بسال عن مده زمنيه، يبقى how long على طول. سؤال نمبر 5 space means يعني very big، كبير جدا، يبقى الجاينت يعني العملاق. عندي little قليل للكميه، tall طويل، small صغير. عندي طبعا حرف الاي ينطق او مضموم، يجي بعد منه دبل ال. نمبر 6 when I was little، عندما طبعا كنت صغير في السن. I could، محتاج الفعل في المصدر، كلهم في المصدر، ابدا ابص للمعنى. عندي بوب الفقاعات دي نعمل لها بلو، هننفخ. بيل يقشر وقد يقص في فيديو طويل. نمبر 7 did you play the piano؟ هل انت بتعزف على البيانو بشكل كويس؟ محتاج طبعا حال، الحال بيصف الفعل، اما الصفه تصف الاسم. نمبر 8 علي is hitting، بيقرع او يضرب على الايه؟ درامز الطبول. ريكوردر الناي الخشبي، فايولين الكمان، توبا اللي هي اله التوبا. يبقى الاجابه الصحيحه عندي درامز. سيركل ذا اود ورن اند ريبليس ات وذ كوريكت وان، ضع دائره حول الكلمه المختلفه واستبدلها بواحده صحيحه. نمبر 1 ذو حديقه حيوان، سينما جاردن حديقه، كل دول اماكن كلمه مختلفه. البيرانس بانك، الاجابه الصحيحه. نمبر 2 كار سياره، باص أو حافلة، تاكسي، كل دول وسائل مواصلات، كلمة مختلفة ناب اللي هي قيلولة، ترين قطار، الإجابة الصحيحة. نمبر 3 وير اللي هي كانوا، فيرب تو بي في الماضي، وعندي وين لما وعندما، وات ما أو ماذا، وير أين المكان، يبقى كلمة مختلفة عندي وير، نجيب مكانها عندي واي لماذا. سؤال نمبر 4 أونس اللي هي الأونصة أو الأوقية، جرام إلى الجرام برد طاير، كيلو اللي هو الكيلو، نجيب مكانه الباوند اللي هو عندي الراتل الإنجليزي. نمبر 5 عندي ذي يعني طبعا هم، هي هو شي هي، طبعا كل دول إيه؟ subject pronouns اللي هم ضمائر الفاعل، يبقى كلمة مختلفة عندي build، نجيب مكانهم we أو عندي نجيب مكانهم طبعا you. read the passage and answer the question، بيقول لي I visited the park with my friends yesterday، أنا طبعا لقد زرت الحديقة مع مين؟ مع أصدقائي بالأمس. I saw many animals there، أنا شفت العديد من رأيت العديد من الحيوانات هناك. There was a man taking a nap، يعني كان رجل يأخذ قهوة. Because she was tired، لأنه كان متعب. سمير was reading a comic book، سمير كان بيقرأ كتاب هزلي أو كتاب كوميدي. منى was building a model and her sister was collecting stickers، يعني منى دي
بيقول لي منى دي كانت بتبني طبعا نموذجا، منى كانت طبعا بتبني نموذج نموذجا اللي هو النماذج دي يا ابني نموذجا. and her sister was collecting stickers، واختها كانت بتجمع الملصقات. يبقى هنا collecting stickers يعني تجميع الملصقات. سوها was painting a picture of a tree، يعني سوها كانت طبعا بترسم صورة لشجرة. يبقى painting was a painting a picture of a tree. We were very happy، كنا سعداء جدا. بعد كده عندي choose the correct answer from A B C or D number one. السؤال الأول بيقول لي سمير was طبعا reading، كان طبعا بيقرأ ايه؟ كوميك بوك، اللي هو طبعا كتاب هزلي أو كوميدي. بعد كده عندي بيج 265 طبعا 65 بيقول لي سوها was painting a picture of a tree، كان بترسم صورة لشجرة. Answer the following question. السؤال الأول why was the man taking a nap، ليه الراجل كان بياخذ غفوة؟ نجيب من القطعة الإجابة. الإجابة عندي في السطر الثاني because he was tired، لأنه كان متعب، دي الإجابة. بعد كده السؤال نمبر 4 بيقول لي who was building a model، اللي هو مين كان بيبني النماذج. يبقى الإجابة عندي في السطر الثاني بيقول لي مونا was building a model، طبعا كانت بتبني نموذجا. هنا طبعا write a paragraph of 7 sentences، اكتب باراجراف مكون من 7 جمل. your visit to New York، يعني زيارتك لمدينة نيويورك. نبدأ الأول نسيب مسافة وعد الكلمة ونبدأ الجملة بحرف كابيتال. نيويورك سيتي أو نيويورك is an exciting city، يعني مدينة مثيرة للاهتمام أو شيقة. it's called the big apple، تسمى التفاحة الكبيرة. it has big stores، يعني بها من المتاجر العملاقة. tourists السياح visit it every year، يعني بزورها كل عام. they can visit many wonderful places، هم يستطيع أو يمكنهم زيارة many wonderful places، الأماكن الشيقة أو الرائعة. there are so many restaurants، يعني هناك الكثير من الإيه؟ المطاعم. and hotels والفنادق. it has a lot of theaters، يعني بها الكثير من المسارح. and museums too، والمتاحف أيضا. rearrange the following words to correct sentences، اعد تفكير بالكلمات لتكون جمل صحيحة. does والفاعل، والفعل مضاف له، بعد كده الأمر هنا إيه؟ does، بعد كده الفاعل، بعد كده like الفعل في المصدر، بعد كده like ده أساسا بيجي بعد منها الفعل مضاف له ing. يبقى هنا إيه؟ does she like reading، هل هي بتحب read drawing عذرا اللي هو الرسم. سؤال نمبر 2 if I skip lunch، لو انا فوتت طبعا ديت حالة اف الأولى، مضارع بسيط الناحية التانية will والمصدر. if I skip lunch، لو انا فوتت وجبة الغداء. I'll أو I will be hungry، سوف أكون إيه؟ جوعان. punctuate the following، علامات الترقيم عند الـ I طبعا كابيتال، ودي جملة خبرية نضع فول ستوب. it won't hurt you، لا أنا طبعا لأنه إيه؟ لن يؤذي. سؤال نمبر 2 did Soha and Noah see the chimpanzee، هل نهى و عذرا سوها ونهى شافوا او راوا ذا تشمبانزي اللي هو الايه القرد التشمبانزي طبعا الان بتاعت نهى و question mark عشان